وقفت أترتر. ها هنا يا جماعة في هذه المنطقة الجميلة، هذه منطقة اسمها اللور كينغزوود. خليني أقلب الكاميرا عشان تشوفوها بجودة أعلى. هذه منطقة اسمها اللور كينغزوود، حط لكم في الخريطة عشان تاخدوا فكرة أين نحن الآن. لور كينغزوود كما ترون. رجلي ما زالت توجعني يا أصدقائي. هنا ها هنا يا رب الشفاء، الشفاء العاجل، ادعوا لي. بحاول أنزل فلوجات. الحصان جاء عندي يا جماعة، تعال يا حصان. الحصان هذا شكله نظيف، تعال يا صديقي، شكلك من طبقة راقية، تعال يا صديقي. وبعدين الناس اللي بيشتكوا بيقول لك مفيش إله، ها هو الدليل أمامك يا صديقي. تأمل إلى هذا الشيء، تأمل إلى هذا الشيء. ديزايند، متصمم ومتبرمج إن أنت بص أهو. سبحان الله، إبداع يا أصدقائي، إبداع جميل. هيا بينا لازم ننطلق لأنه عندي شغل. شايفين الغصن هذا عايز يحك سيارتي، عايز أسافر، عايز أعمل ألف شيء في حياتي، عايز، عندي أحلام عايز أحققها ومش عارف بسبب الفلوس. والحمد لله على كل شيء. الوقت كما تروا يا جماعة الفجر تقريبا 4 الصبح. أنا ركنت هنا لأني جيت بدري شوية، هضيع بعض الدقائق بعدين انطلق للزبون. هو الزبون في هذا الاتجاه، اتجاه لندن، هذا ياخدك الى لندن. الحمد لله ان الزبون مش في العاصمة، في السنتر قوي، يعني حاجة بسيطة. فانا انطلق هناك، لسه الزحمة لم تبدأ لانه كله لسه الفجر، بس بدأت السيارات تطلع. لازم اترككم الان عشان انطلق الى الزبون، تبقى 10 دقائق لازم اكون هناك في الوقت المحدد. والى اللقاء. مقصر هذه الفترة في فلوجات يا اصدقائي. انا الان في منطقة اسمها هورلي، هورلي او ترين ستيشن، ها هي اليافطة. حط لكم في الخريطة عشان تشوفوا اين هي مدينة هورلي. تقع قريب جدا من مطار جاتويكا. لو حد سافر الى بريطانيا اكيد يعرف مطار جاتويكو. الناس ينتظرون في المحطات، قصدي في الاشارات. يا سلام، الجو النهارده حر يا جماعه في بريطانيا كما ترون. الجو حر جدا في بريطانيا. الفرامل راحت، لازم اغير الفرامل. العجل الامامي راح، لازم اغير العجل الامامي. خلينا نفتح المكان هذا على جوجل مابس نشوف ثلاثية الأبعاد. ها هو المكان اللي أنا كنت واقف فيه، هتلاقوا سيارتي كمان. أوريكم، مش سيارتي يعني، أوريكم فين أنا كنت واقف. كيف حال مشاهدينا الأعزاء؟ أنا الآن في منطقة أخرى. تركت الزبون ها هنا، وقفت ركنت سيارتي هنا. مكان جميل. في شركات كتيرة بتقفل في بريطانيا يا أصدقائي، كل شوية تلاقي شركة قفلت، فشكله اقتصاد بريطانيا بيضرب، فالواحد لازم يحوش القروش ولا هيتزنق زنقة وخيمة. لازم تحوش القروش ولا هتتزنق زنقة وسخة. خد بالك يا صديقي، حتى لو واحد عنده فكرة مشروع زي الأستاذ أحمد دايما يقول عليا فاشل، لو واحد عنده فكرة المشروع يخاف يحط القروش اللي عنده. يا جماعة هم قرشين محوشهم لوقت الحاجة، يخاف يخاطر بيهم في البيزنس، والا ممكن يطيروا. لو البيزنس فشل ممكن يطيروا، فمش عارفين نعمل ايش يا جماعه. طيب يا جماعه، ها هي حلقه بسيطه، اتمنى تكون عجبت المشاهدين الاعزاء. واحاول اكثر من الفلوجات، هذه الفتره مزنوق من الوقت، مزنوق من الفلوس، مزنوق من الوجع. يا الله ادعوا لي بالشفاء يا اصدقائي. والى اللقاء.